Exactement. Ah, ah. يلا ترى مرحبا بكم تخلو اش يدخل زيدو السلام عليكم. انا ايت بن ناصر ابراهيم، كنت معتقل في السجن الوديعة مراكش، وتنوجه نداء لسيدنا الله ينصره، الله يطولنا عليه في عمره، ونطلب الله الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله من جميع المسلمين اجمعين. من ايت بن ناصر ابراهيم تعرض للاهمال الطبي في داخل المؤسسه السجنيه في سجن الوديعة مراكش، مرت من جهاز التناسلي 2017 شهر 10، وتنفرم لي تنقول له اخويا راه مريض في جهاز التناسلي مقيح ليا، تيقول لي سميتك كنيتك سير دابا نعيط عليك. مده 3 شهور ما عطاني لا فانيد لا والو، الفانيد لا عطاني في مده 3 شهور لا علاقه بجهاز التناسلي، وبقيت هكاك تيتلعبوا بيا الفرمليان واحد لواحد، وتيهينوا فيا، تعرضت للاهانه والسب والشتم، وتحرضوا عليا الشجانه باش بدا يهينوني بالمرض ديالي. مدة 8 شهور وانا تنعاني، من وراء 8 شهور خرجت عند الطبيب قلت له استاذ رانا مريض وهوق عليا، راه مرت من جهاز التناسلي. قال لك الاختصار من هذا الشيء هذا. قلت له راه مريض من جهاز التناسلي، راه تنعاني، راه من 2000 في كذا كذا وانا تنمشي عند الفرملي. قال لك انت يا مريض نفساني. انا ما مريضش نفساني، انا مريض من جهاز التناسلي، كان مقيح لي جهاز التناسلي ودابا عندي عملية، ومن وراء عامين من 2017 شهر 10 الى 2019 شهر 20 عاد خرجت للسبيطار. ملي خرجت للسبيطار داروا لي راديو، قال لي عندك ميكروب. قلت له لا ما عنديش ميكروب، انا مريض، راه فوق البولات ديالي تضروني. عاد داروا لي رانديفو شهر 9، خرج شهر 9 دار لي الطبيب سد لي رانديفو ديال راديو كبير. من وراء تاني خرجت عند الطبيبه قلت لها اختي كاينه الطبيب زرع خرج ديال رانديفو راديو كبير، اجلات لي الفوتوغرافي. ملي اجلات لي الفوتوغرافي شهر 10 في 17 2019، خرجت عاد دار لي فوتوغرافي، ما باش يقول لي الطبيب اللي دوز الراديو، ما باش يقول لي الحاله اللي عندي باش مريض. من وراء عاد تاني خرج شهر 1 فيه 7، قال لي الطبيب ما نقدرش نفتحو لك، سير تخرج و سير فتح. عاد تاني رجعت شهر 1 فيه 15، داروني تلكريف و ردوني، قال لي ما كاينش موظف لي يديك. عاد تاني رجعت تاني شهر 2 عاد تاني داروني طال السبيطار، ويدخلوا لي على السبيطار مازال ما شفت لا الطبيب لا والو، اتفقوا مع سيكيريتي قال لي راه قولي الطبيب ما كاينش، ردوني قال لي الطبيب ما كاينش، وقيزي لي بان انا مستافد شهر 2 انا ما شفت لا الطبيب لا والو، تاني السبيطار دخلوا لي ردوني. بقيت هكاك طم الانسان كنت تدي الدواسه للسبيطار تبدا يستفزوني قدام الطبيب باش ما ننطقش انا، ما نقولش داكشي اللي عندني، تمشي عند الطبيب تيقول لي قولي الحاله اللي عندك كلها، كيفاش وقع لك هذا الشيء؟ هو ما تيبغيش يخليوني نعاود الحاله ديالي كوقع ليا من الاول. تقول لك اختصار قولي انت الحاله اللي تراك دروكا، ما تقوليش من الاول. انا الطبيب الا خرجت عنده خصني نعاود ليه
كل شيء ديال السفير ملي تخرج عند ديال السفير خصني نعاود ليه كل شيء اش واقع ليا باش يعرف الحاله ديالي وما تيبغونيش نعاود الحاله ديالي كلها تيبغي يختصروا ليا من الحاله ديالي خويا ابراهيم ممكن تقول لنا الرساله نتا لمن تتوجه الرساله تنوجه لسيدنا الله ينصرو وتنوجه رساله لوزير الصحه وتنوجه رساله لجمعيات حقوق الانسان باش تساعدني هاد ما تنوجه لهم الرساله انا ما عنديش باش ندير العمليه انا مريض ثلاث سنين العقوبه ضربتها ما عندي حتى درهم باش ندير عمليه تنطلب من اي مسؤول من وزير الصحه وتنطلب من سيدنا الله ينصرو وتنطلب من جمعيات حقوق الانسان الحاله ضعيفه وما عنديش غالب الله راه خدني ولد دو 8 سنين عاش يتيم في هاد المده كلها عاش فيها يتيم ولكن اللي رحمو حتى بدراهم الله عمو امي كبيره وبا كبير عمو بوحدو تيسير عليا انا وتيسير على امي تيسير على ولادو وخرج عطاني شهر ثلاثه وفي اربعه قال لي سته تخرج ودير عمليه واش انا تنطلب من الناس المسؤولين يساعدوني راه ما عنديش باش ندير على 3 سنين وانا تنعاني من 2017 شهر 10 الى الان وباقي تنعاني في هذا الشيء هذا وانا مريض ندير عروقه ديالي تبوشه وليا من الدم تنضل تنغوت ليل ونهار تنضل تنغوت وفرمني اللي عنده تيف تيستفز فيا اللي مشيت عند تيف تيستفز فيك انا درت الفيديو جا عندي الموسيق احترام تلسي الموسيق تنحترمو وتنشكرو بهاد سميتو جا عندي وتصنت ليا وقلت لي استاذ انها وقع ليا وقع ليا وقع ليا جا عندي شهر 6 قلت لها وقع ليا وقع ليا راه تعرضت لاهمال لا من طرف الفرملي ولا من طرف الطبيب جات تصنت ليا مسكين قال لي المهم الا احتجتي شي حاجه اداريه جي عندي ولكن انا راه ما قاري ما عرفت نقرا ما عرفت نكتب تنطلب غير بعض الناس تيقدروا يساعدوك كاين اغلبيه الناس ما تيساعدونيش تمشي عندو تنقول لهم كتب ليا ما تيبغيش يكتب ليا تيقول لك انا خايف واخا من التحريض تقول لك انا خايف من التحريض راه خايف على راسي ما تيبغيش حتى شي واحد ملي كاع كتبت شكايات صيفطت للديوان الملكي وصيفطت للوكيل وصيفطت للمندوب وصيفطت لوزير الصحه وصيفطت لجمعيه حقوق الانسان تعرض لي من المدير تعرض لي من المدير فوعيت لي الكريف وبرك عليه بالشب والشتم وإهانة الشرف والتهديد بالاغتصاب أنا ما قاريش قلت له أستاذ أنا ما قاريش وما عارفش وراه مريض وأنا تنعاني من هذا المشكل هذا قلت له تنعاني يمكن أنت اللي بدي تساعدني وبرك تيسب فيا وتهني قال لي أنا اش بدي ندير لك الطبيب كبر مني أنايا راه الطبيب المدير هو مدير المؤسسة ماشي الطبيب هو مدير المؤسسة راه المدير مؤسسه هويا راه خصو يتكوموندي في كل شيء هو اللي خصو يساعد اي مسجون هنا دار خويا فيديو وعيطوا عليا للسبيطار دوزوني للسبيطار في هذا الشهر 7 في 24 خرجوني للسبيطار وعندي رانديفو ما خرجونيش باقي للرانديفو وعيطوا عليا في السبيطار تاع مصحه شي جلودايا وبدا يهددني الطبيب تهددني بخويا قال لي اش هذاك خوك اللي دار هذاك الفيديو راه غادي يجي درت بينا راه كدرت به شكايه للوكيل وبينا راه غادي يجي هنايا وغادي نحيد ليه الصبع ديال رجلي غادي نحيدهم ليه وتانتا قال لي غادي نحيد لك الصبع ديال رجلك واي واحد غادي ننتقم منه انا قال لك انا ما تنعرف لا وكيل لا شي واحد انا خدمتي تنديرها قال لك انا نتقلد بالشجانه انا تنتقلد بالشجانه راه كنتي تقلد استاذ بالشجانه عشان مالك الله ينصرو كنت تقلد السيد بالشجانه ما يخلينيش انا معوق بثلاث سنين هذه وانا معرض للاهمال الطبي وتيقول لك انا مسؤول كاينه شي حاجه مسؤول بإدارة الشجون وتخلي عباد الله مهموله بالطب وانا محتاج عمليه دروكا بثلاث سنين هذه وشكرا لسيدنا الله ينصره والله يطولنا نيف عمره تنشكر اي مؤسسه تنشكر جميع الوزير الصحه ولا المندوب ولا الموظفين ولا اي المدير الجهوي السي حسن الله ينصرو وتكون نافع عمرو وتشكر سميتو جمعيات حق الانسان وقفات معايا من داخل المؤسسه الله تنشكرها تنشكر الجميع سميتو تنشكر سيدنا الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله يطول الله في عمرو وشكرا لجميع المسؤولين